في الاربعه ولا العشرين دقيقه الاخرانيه نتاعنا مكملين معاكم. نعاود نذكركم تليفون على 72 328 500، تكلمونا باش تربحوا التيكيات اللي يستناو فيكم لليوم. السواري باش تكون نهار 9 و10 نوفمبر، دونك غدوه وبعد غدوه. سينو باش نحكيو شويه على تفاصيل جديده ومستجدات بخصوص جريمه القتل اللي سمعناها امس في الحمامات وهزت مدينه الحمامات. الراجل اصيل ولايه القيروان اللي قتل مرته الحبله، دونك كانت المفاجاه حتى من الجيران، تصدموا العباد الكل لانه كانت جريمه بشعه. تم القبض عليه وهو معناها بصدد الهروب، ثم شكون يحكي كان معناها مبرمج انه باش يهرب ومن بعد باش يتحول الى خارج حدود الوطن. دونك نزيدوا نعرفوا التفاصيل هذه وغيرها مع مراسلنا احمد الخويني. احمد مرحبا. تحيه لك وتحيه لكل مستمعينا. بالفعل القضيه اليوم معناها الناس كل تقريبا يحكيوا على القضيه، فما كما تعرف احنا ديما تروج اخبار اخرى. حبيت ناكد لك في نفس الصدد اللي الحكايه اللي خرجت على النقاب لا اساس لها من الصحه، هو ربما كان ما فماش حكايه النقاب معناها اللي شدوه وهو هارب تاكسي ولابس النقاب. لا ماهيش صحيحه الحكايه هذيك، وربما كان ينجم ويلتجا الحكايه كيف هذيك، ولكن يبدو اللي بعد ما عمل الجريمه انطلق، معناها ما عندوش حتى الوقت باش يخمم في فكره كيف هذيك، انطلق ديريكت اتجاه الزغوان وين خذا وسيله نقل لواج من بمدينه الناظور. كان نسق مع احد اصدقائه باش يحاول يخرجوا تحديدا للجزائر. تم القاء القبض عليه في لواج في مدينه الناظور متجهه القروان، وين ذكر هو قال انا كنت عندي زوج خيارات، يا معناها كنت نحب يا نهرب، اذا ما كنت ما نجمش نتمكن من الهروب، ربما قال مش ربما معناها اكد اللي قال كنت نقدم على الانتحار، معناها اذا ما نجحتش عمليه الهروب. هذه في اخر اعترافات ليه معناها. اي في هو راهو اعترف معناه بكل شيء، يبدو كونه الجريمه عملها ودخل اي ودخل في حاله معناها اللي هستيريه، تعرف الوضعيه معناها وضعيه كيف انسان قتل ام لزوجته اللي هي حامل، معناها معناها بجد جريمه فظيعه بهذا معنى الكلمه. كيف الزوجه هذه ام لثلاثه صغار اخرين، لهنا احنا نحترم خصوصيات الاشخاص. احنا جوست اي ما خاطر المعلومات، ثم شكون اللي قال اللي هي حبله مازالوا كي عرسوا، ثم شكون يقول عندها صغار، هو الاكيد انه عندها صغار، عندهم صغار وعندها معناها حبله. فما معلومه اخرى راهو لهنا راهو نحب نقول راهو هو قال، وش معناها هو قال؟ معناها مش بالضروره كلامه صحيح، هو قال اللي معناها زوجته قتلها لانها معناها بين قوسين فما خيانه ربما في الموضوع، معناها شك فيها فقام بقتلها، خاطر لانه الاسباب جوستومون معناها الاسباب ثم شكون نحكي على كيما هكا قلت، معناها صار خلاف وشك فيها وفي السيره نتاع جوزته، واعتبر حتى الجنين اللي في كرشها ماهوش صغيرها، وثم شكون اللي يقول لا ثم عنده خصام ومعناها عرك كان متعارك هو والاسار نتاعو معناها اخواتها وعائلتها. هو راهو في البحث، هو في البحث الكلام اللي ذكره كونه معناها بالفعل الصغير معناها كان شاكك اللي هو ابنه واللي هو ماهوش ابنه، ولكن راهو جا نقول لك راهو تو هذايا شكوك، ما هيش معناها مؤكده بطبيعه للقتل، وسامحني ماهوش سبب هذايا للقتل، هو راهو فما معناها جيران وشهود عيان اللي تو في الابحاث، خاطر الابحاث ما زالت راهو مستمره. يقولوا اللي راهو عنده خصام كان من قبل معناها مسبق، يعني من قبل ماهوش متفاهم معاه، والشيء هذا اللي صار معناها ما عمره ما يكون سبب. تو انت كان فما خلاف اخوي طلق مرتك، كل واحد يمشي على روحه معناها وانتهى المشوار. يبدو هو السيد هذا معناها ربما عنده معناها دافع الاجرام من الاول، خاطر انسان يوصل يعمل الشيء هذا مهما كان فما دافع النازع الاجرامي موجود. باهي الجريمه كيفاش كان الصدام تاعها احمد في مدينه الحمامات، كيفاش تقبلوها العباد؟ مدينه الحمامات مدينه سياحيه، تعرف انت مدينه الحمامات مدينه سياحيه، ومدينه الحمامات الحماميه عندهم خصوصيه، تعرف انت الاكتيال شويه الحماميه
اللي عادة نشطاء في المجتمع المدني، مواطنين يحبوا معناها الحمامات ديما نسمع عليها صدى باهي، ناس تنشط برشا يحبوا معناها كان الأخبار الباهية، بتبيع الكل مواطنين حمامات تقلقوا من الحادثة لأنها تسيء للمنطقة. هو الراجل كما سمعنا معناه هو أصيل ولاية أصيل القيروان، أصيل حتى هي راهي وهي من ولاية من بير بوركبة، مش معناها من حمامات، من بير بوركبة. وكيفاش تم الكشف على الجريمة؟ معناها الجيران فاقوا ولا كيفاش صارت؟ أي فما جارة هي اللي اكتشفت، ودونك وتم علمت، يبدو الجارة هي سمعت الحس وكذا، ما مشيت السباح دخلت دونك ما جاوبها حد، يبدو علمت العائلة. المهم معناها الخبر خرج في صفيصة مع الصباح وتم القبض عليه تقريبا، معناها سويعات بعد الجريمة، ما بتاش برشا عملية القبض. أي هو خطر، هو الصباح كمل الجريمة متاعو. على فكرة هو راهو ليلة كاملة معناها قعد يعذب فيها، معناها ما قتلهاش كيما نقولوا ديريكت، قعد ليلة كاملة يضرب فيها، كتفها في الشحافة السرير. تو بعد ربما نزيدوا نتبعوا، خاطر فما انكيت اتعملت، هي معناها فما تقرير طب شرعي زاده وفما غيره، هذا كل بعد احنا نجموا نعرفوا الكل ديتاي. دونك معناها تمت احاله ديجا الجثه للتشريح باش يتعرفوا على الاسباب اذا كان صارت حاله تعذيب قبلها. واضح، شكرا. كان ثم اي مستجدات كالعاده احمد ان شاء الله ان نواكبوها ونعديوها معنا هنا في المباشر. شكرا ليك مراسلنا احمد الاخويني، كان حاضر معنا، عطانا اخر التفاصيل والمستجدات بخصوص جريمه القتل الشنيعه اللي كانت صارت امس وفاقوا بها امس في مدينة الحمامات. شكرا لك أحمد.